شركاته خبر عاجل يا جماعة، طبعا بعنوان عاجل التفاصيل اللي كمان عن مقترحات تفعيل قانون الإيجار القديم. طبعا احنا كنا نشرنا في الحلقة السابقة عن المقترحات اللي تم او سوف يتم عرضها خلال مجلس النواب المصري عن طريق لجنة الإسكان المصرية، وكانت للأستاذ أحمد جاد كان 10 مقترحات، وما قبل تصريحات المستشار متحدث مجلس الوزراء السفير نادر سعد عن التعديلات اللي الحكومة قدمت بها لأجندة مجلس النواب المصري في الفترة الحالية. والنهارده بقى الخبر ده عاجل. طب احنا الفكره عندنا مش احنا بنجيب اخبار وخلاص، احنا بنحاول نكون فيه مصداقيه بكل امانه وصدق يعلمها الله. هنلعب مع بعض تفاصيل هذا الخبر، وما بين الحلقه هنتكلم في حته المصداقيه دي مع حضراتكم، لان طبعا دي حاجه بيننا وبين ربنا. طبعا اهم مقترحات قانون او تفعيل، طبعا هو في خطا هنا في الكتابه، تفعيل قانون الايجار القديم بالنسبه طبعا لهذا الموقع. هنا بيقول لك تم الانتهاء من اعداد مسوده اولى لتعديل قانون رقم 136 لسنه 1987 من اجل تنظيم العلاقه الايجاريه بين الملاك والمستاجرين على قانون الايجار القديم، ومنها تحديد زياده تدريجيه في قيمه الايجار الشهري بنسبه 10% هتستمر لمدة 7 سنوات. هنا عاوز يقول ان طبعا تم عمل مسودة اولى، المسودة دي هتكون بشأن تعديل القانون رقم 136 لسنة 81 علشان تنظم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بالنسبة للقانون الإيجار القديم. وطبعا مبدئيا كده تم تحديد زيادة هتكون تدريجية في صورة 7 سنوات، الزيادة دي هتكون 10% على 7 سنوات. دي اول جزئية في الموضوع المنشور. طبعا بعد كده قالك كما يتم مع وضع، هو هنا برضو في اخطاء، كما يتم وضع حد ادنى للاجرة 200 جنيه للوحدة السكنية و 300 جنيه للادارية، وتحرير العقد الاصلي بعد 50 عام على بدء العلاقة الاجارية الاصلية للعين المؤجرة والتي تكون منذ تاريخ الاستئجار الوحدة، وتقييد حق توريث العلاقة الاجارية بعد مرور هذه المدة. كمان يا جماعه بيضيف ان هيكون في 200 جنيه بالنسبه للوحدات اللي هي الايجاريه اللي هي السكنيه العاديه، و300 جنيه دي اللي هي التجاريه بمعنى اصح، ويتم تحرير العقد الاصلي اللي هو اللي حضرتك عملته مع صاحب العقار او صاحب العين واللي مر عليها 50 عام، اللي مر عليها 50 عام هنا هيتم تحرير هذه العلاقه طبعا اللي هي العلاقه الاصليه اللي هو اجر بمعنى اصح من صاحب المكان. يعني طبعا وقال لك وطبعا مع تقييد حق التوريث، مش هيكون في حق توريث للي عدى عليه نفس المده اللي هي برضو 50 عام. دي جزئيه ثانيه. الجزئيه الثالثه يا جماعه، ونصت ايضا تعديلات قانون الايجار القديم بشان اضافه حالات لاخلاء الوحدات المؤجره، وذلك في حالات غلقها لمده تتجاوز 3 سنوات لغير غرض السفر، وتشمل تلك الحالات ايضا من يمتلك شقه سكنيه او سياره او شركه او يعلم ابنائه في مدارس اجنبيه. الجزئيه دي يا جماعه هنا يعني فيها تعديلات مختلفه عن ما تم نشره يعني في جميع المواقع فيما سبق حتى وقتنا هذا. هنا قبل كده قال لك طبعا اللي هي عدى عليها 3 سنوات دي تمام مظبوطه لغير غرض السفر، ضيف عليها بقى او طبعا استخراج تصريح بناء بالنسبه باسم الزوجه او الزوج نفسه او حتى الاولاد اللي هم القصر، كمان ضيف عليها كمان او حتى الاستفاده من شقق الاسكان الاجتماعي او حتى مبادرات التمويل العقاري. الجديد بقى فيها هنا وقال لك وتشمل تلك الحالات ايضا من يمتلك شقه، هنا بقى قصده بيمتلك دي هل هي ورث، هل هي يمتلك شقه مشاريها، مهم هي امتلاك او سياره دي جديده او شركه او يعلم ابنائه يعني في مدارس اجنبيه. هنا يا جماعه الاشياء دي كلها او كل النقاط دي جديده بالنسبه للجزئيه دي. طبعا دي للشقق المغلقه اللي هي عدى عليها اكتر من 3 سنوات. بعد كده عندنا وتضمنت التعديلات المقترحه في قانون الايجار القديم ان يتم انشاء صندوق لدعم المستاجرين غير القادرين لفتره انتقاليه تستمر حتى 5 سنوات، وتكون حصيلتها من حصيله الضريبه العقاريه التي تترتب على الوحدات المخلاه. طبعا بكل تاكيد لما يحصل اخلاء لهذه الوحدات هيكون في ضريبه عقاريه هتعود على الدوله، فمفترض او المقترح المتقدم في هذه الجزئيه ان يتم انشاء صندوق طبعا من هذه الفلوس التي تيجي من الضريبه العقاريه، الفلوس دي يتم دعم بها المستاجر الغير قادر. وكان الاستاذ احمد جاد كنا نزلنا حلقه على 10 مقترحة موجودة في القناة
طبعا الاستاذ احمد جاد المحامي طبعا كان قال على الجزئيه برضو ان هو عاوز يعمل المقترح ده بالشكل يعني للمستاجر غير قاضي اللي هو مريض مرض مزمن او اللي كمان بيتقاضى معاش، ويتم اثبات ان الحاله دي مستحقه ليه طبعا ان هي يتم دعمها طبعا عن طريق طبعا مكاتب الشؤون الاجتماعيه بالبحث الاجتماعي بمعنى ادق، وطبعا يتم تحديد الحاله اذا كانت مستحقه لهذا الدعم او لا. وده طبعا كان يعني مقترح اخر هنا قال لك يعني فترة 5 سنوات، ممكن ما حددش المستاجر هيكون وضعه ايه، هل ازاي هيتم ان هو غير قادر او غير او هو قادر. بعد كده قال لك الجزئيه الاخيره هنا بتتكلم فيها برضه، من المفترض ان يتم تقديم تلك المقترحات الى لجنه الاسكان في مجلس النواب او الى لجان مختصه لمناقشه تعديل قانون الايجار القديم، وعند الموافقه عليها سيتم ارسالها الى رئاسه الجمهوريه للتصديق عليها ومن ثم نشرها في الجريده الرسميه لتفعيلها. يعني هو الخبر بشكل عام انا شايفه خبر يعني هو بيتكلم عن المقترحات وعن مسودة جديدة. أنا عاوز أقول إن طبعا بعد تصريحات السفير المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، المياه الراقدة تحركت بشكل كبير، بدأنا نشوف تصريحات من كثير من النواب بتصريحات من إعداد مقترحات لقوانين لبعض الأحزاب، بدأنا نشوف جمعيات المجتمع المدني بدأت تتحرك في هذا الموضوع. يعني أصبح الوقت الوضع بالنسبة للوضع المجتمعي لهذا الموضوع بدأ في تحركات في يومين أخبار جديدة، هل يجوز بعضها أن يكون صحيح، يجوز بعضها أن يكون على خطأ، لكن إحنا بننقل لحضرتكم الخبر كما يعني بنرصده، وطبعا بنحاول نكون عندنا مصداقية بما يرضي الله في قبل أي شيء، لأن ده شيء هنتحاسب عليه قبل أي شيء، سوف نحاسب على ما تقدمه أيدينا بمعنى أصح. دي كانت التعديلات المقترحة بالنسبة لقانون الإيجار القديم طبعا اللي شملت طبعا يعني أولا عن بالإعلان هنا عن يعني إعداد مسودة أولى لتعديل قانون الإيجار القديم، وطبعا هنا هيتم تقديمها للجنة الإسكان أو اللجنة المختصة، وبعد كده علشان يتم التصديق عليها من معالي السيد رئيس الجمهورية إلى ثم بعد ذلك تنشر في جدل رسمية على أن تكون طبعا قانون إيجار جديد أو قانون إيجار بمسمى آخر. كان المستشار أحمد جاد الأستاذ محمد أحمد جاد كان قال اللي هو هيتقدم به طبعا بقضية في مجلس الدولة طبعا لإنشاء أو لإصدار قانون إيجار موحد بدل من قانون الإيجار القديم لحل هذه المشكلة، وموحد هنا بيشمل الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية علشان دي مشكلة طبعا متفاقم من سنين السنين. أسأل الله عز وجل أن يكون التوفيق للجميع سواء الملاك أو المستأجرين، ونختم كلامنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أرجوكم جميعا لو في أي مقترحات وفي أي تعليقات إيجابية بشكل ان احنا كلنا مصريين سيبها لي تحت الفيديو، ويا رب الله فعلا تعليقات بتناسبنا كمصريين تؤدي الى حلول، ولكن الى حلول بالفعل تفيدنا ويكون في خير للجميع. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.